السيناريو بتاع شكري بنيت أعيد مرة أخرى في محمد إبراهيم، وبطبيعة الحال أن ذات السيناريو سيناريو الجنازة سيعاد مرة أخرى من خلال الجموع الغفيرة ومن خلال هذه الاستعدادات اللي راها لمواكبة تشييع جنازة الشهيد محمد إبراهيم. نعرف أن الغضب كبير، نعرف إلا الاحتقان كبير جدا، نعرف إلا كما نسمع طوى الزغاريد الآن خروج الجثمان. هذا عرس شهيد، هذه الزغاريد فكرنا بشهداء. إن العين هي تدمع. صور مؤثرة فعلا، هي العين تدمع والقلب حزين، حزين على تونس، على أولادها. ربي يهدي نسبكم. المشاهد هذه تفكرنا بمشاهد الشهداء الفلسطينيين وقت قتلهم، كان يقتلهم الكيان الصهيوني، كانوا الصهاينة يقتلوهم. كنا نراهم كيفاش أنه الشهيد الفلسطيني يزف بالصغاريت. لاحظوا مرة أخرى أن الشهيد محمد إبراهيمي يزف أيضا بالصغاريت. الشهيد محمد إبراهيمي اللي كان معتنق القضية الفلسطينية، اللي كان معتنق القضية الفلسطينية، اللي كانت همه الكبير هي القضية الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني، كان مهموم بهموم ومشاكل الأمة العربية، كان دائما في باله أن الأمة العربية هي أمة عظيمة يجب أن تستفيق يوما ما إن شاء الله من خلال استشهاده وثباته على مبادئه. إن شاء الله أن على الأقل هنا في تونس نستفيق ونعرف أننا نحن في مرحلة الخطر الحقيقي. راهو ما نحبش نبقي ولا الرعب ولا نخوف الناس، دائما رسائلي هي رسائل تهدئة لكل التوانسة، لكن ثم أشياء يجب أن نفهموها. راهو وقت من قبل دائما هنا حتى في على الشاشات التلفزة التونسية كنت دائما ندعو إلى ضرورة التوافق. راهو تونس يلزمها التوافق، راهو التوافق مش بالكلام، مش التوافق القولي، التوافق الفعلي الحقيقي. وقت دائما كنا نقولها، وقت حزب ما باش يتنازل من اجل البلاد هذه راهو مش تنازل ضعف، هو تنازل قوه. راهي تونس اكبر منا، اكبر من كل الاحزاب، اكبر من كل الاشخاص، كل الافراد زائلون الا تونس ستبقى. كما ترى الان العائله تصعد مع الجثمان، هذه ابناء الشهيد محمد إبراهيمي. أبناءه كانوا في حجم اللحظة، زوجته كان يعني كأنها نفس صور الشهيد شكري بالعيد، نفس الصور أبناء شكري بالعيد، يعني بنات شكري بالعيد أيضا كانت نفس ردة الفعل. نفس ردة الفعل لأن المصاب واحد، لأن المستهدف هو واحد، يكون شكري بالعيد، يكون محمد إبراهيم، يكون أي شخص آخر ما هو إلا تونسي. وما هو أنه من خلال استهداف هذا الشخص هو استهداف لقيم معينة، استهداف لمبادئ معينة، واستهداف لناس قدموا أرواحهم من أجلنا نحن، من أجل الوطن، من أجلنا نحن قبل ما تكون من أجل أي مكان. رحم الله رحمة واسعة الشهيد وألهم أهله وذويه جميل الصبر والصلوان. شهيد الشعب التونسي محمد إبراهيمي، نحن نواكب هذه الجنازة مباشرة على مستوى الطريق السريعة كما تصلكم هذه الصور المباشرة. كذا عدد كذا.